السلام عليكم. وأخيرا ظهرت نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي. إيه هي الطريقة اللي هتحصل بيها على النتيجة؟ ده اللي احنا هنعرفه في فيديو النهاردة. بداية هتخش على الرابط ده اللي هتلاقيه موجود عندك في وصف الفيديو، وبعد ما تخش عليه هتلاقيه بيقول لك حدد الصف ودخل كود الطالب. طب لو مش معاك كود الطالب أو نسيته، هتخش على الموقع برضو اللي ظهر قدامك على الشاشة ده وهتلاقيه في وصف الفيديو، هتدخل فيه الرقم القومي وتاريخ ميلادك بالكامل اللي موجود في شهادة الميلاد، وبعدين هتحصل على الكود. وبعدين ترجع للموقع اللي احنا قلناه في الاول وتدخل كود الطالب وتحدد الصف زي ما قلنا، سواء كان الاول الثانوي او الثاني الثانوي. وبعدين هتضغط على تحميل، وبعدين هتضغط على الزرار اللي تحت ده. ولكن الموقع ساعات بيعلق جدا نتيجة للضغط الكبير اللي عليه النهاردة، فلو علق معاك اصبر عليه شوية. وبعدين هيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي، هتقوم ضاغط على تحميل مؤشرات الأداء، هيحملك ملف PDF. لو انت شغال من موبايلك فشوف اي برنامج في جوجل بلاي اكتب PDF، هتلاقي برامج كتير جدا بتشغل PDF، فحمل اي برنامج من البرامج دي، او حتى مايكروسوفت وورد اللي موجود بينزل تقريبا مع معظم التليفونات، ممكن تروح تحمله مايكروسوفت وورد او تحمل PDF. انصحك انك تحمل PDF افضل، لان حجم المايكروسوفت وورد اكبر. وبعدين هتظهر معاك مؤشرات الأداء بالشكل اللي هو النقاط والألوان ده. طبعا كل ما النقطة كانت فوق، هو كاتب أرقام أصلا، يعني كاتب إن المنطقة دي مثلا كده 100% اللي هو فوق خالص، وبعدين بتبدأ تقل، وهو يعني بيدعمك إن هو بيكتب لك بعض الأرقام بالنسبة المئوية. أنا خالد رجب، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وهتلاقي رابط القناة بتاعتي موجودة أسفل الفيديو. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله ورعايته.